نعم، بالتأكيد بالتأكيد. يعني هناك حديث عن مقاطعة اقتصادية، مواجهة سياسية، يعني كشف هذه الجرائم، الفضائح إعلاميا، غيرها، أيضا من خلال علاقات هذه الدول. لن ننسى مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك علاقات وثيقة بين هذه الدول، اليوم في مؤتمر القمة العربي والإسلامي مع الدول الأوروبية، مع دول أمريكا اللاتينية، آسيا. عبر هذه العلاقات فعلا يفترض الضغط عبر كشف وفضح جرائم إسرائيل، يعني لكي لا يبقى المجرم غدا منتصرا وكأنما حقق انتصار للإنسانية في الوقت اللي هو ارتكب جرائم بشعة. لذا أعتقد أن هناك عدة وسائل: ضغوط سياسية، قانونية، اقتصادية، دبلوماسية، إذا كانت هناك عدد من الدول تذهب إلى قطع العلاقات، تعليق العلاقات، خفض التمثيل الدبلوماسي مثلا، سحب البعثة الدبلوماسية، إلى آخره من الوسائل. لكن في نفس الوقت يعني علينا أن يعني كرأي عام عربي ورأي عام إسلامي أن نضغط على المجتمع الدولي، وأيضا نضغط على الرأي العام الإسرائيلي. يعني الرأي العام الإسرائيلي اللحظة أيضا يناهض هذه الحرب. يعني اليوم شفنا امرأة كبيرة السن من اللي عاشوا بالهولوكوست هي تنتقد الحرب وتنتقد نتنياهو وترفض استمرار الحرب والعدوان على شعب فلسطين. شفنا يهود أيضا في أوروبا مناهضين لهذه الحرب. إذا أنت بالقدر هذا اليسار فقط يا دكتور، ماذا عن اليمين الذي هو يمثل الغالبية ربما في هذا في إسرائيل؟ نعم، ما أتفق معك، لكن لا تنسى أنه أنت تبدأ فالدائرة تكبر. يعني تتذكر أنت يعني أنصار السلام في إسرائيل ومواقفهم ضد التيار اليميني المتطرف وإلى آخره، كيف لاحقا استطاع هذا التيار أن يضغط ويأثر. لاحظنا كيف مسألة تعديل قانون المحكمة الاتحادية الدستورية، كيف ضغطت هذه الكتل البشرية. إذا أنت ممكن تأثر على الرأي العام الإسرائيلي حتى يضغط ويزيح هذه القيادات اليمينية المتطرفة الموجودة في السلطة مع الأسف، وبالتالي ممكن تتغير سياسات إسرائيل، ممكن تقبل بقرارات مجلس الأمن الدولي، ممكن يعني نحقق عبر الضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير أيضا سياسات إسرائيل العدوانية. لإسرائيل حلفاء: روسيا حليف، الصين حليف، الهند حليف، فرنسا، غيرها، الحلف الأطلسي، الدول الأوروبية. إذا أنت ممكن عبر هذه العلاقات الدبلوماسية والمصالح المتبادلة بينك وبين هذه الدول المهمة المتحالفة أو الصديقة لإسرائيل أن تضغط عبر هذه المصالح على السياسة الإسرائيلية، على القيادات الإسرائيلية. لا يمكن أن تستمر إسرائيل بهذا المنطق العدواني للحرب المستمرة بلا نهاية، للقتل العشوائي واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، السجون، التعذيب، إلى آخره من التفاصيل. إذا لابد من استخدام مختلف الوسائل للضغط من أجل إجراء تغييرات جذرية جدية، ومن أجل الوصول إلى هدف جوهري هو حق شعب فلسطين في تقرير مصيره في بناء دولة مستقلة ذات سيادة واختيار نظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية مطلقة. قبل قليل يا دكتور إلى عامل الزمن وحكم هذا العامل على طبيعة الحرب واتجاه الحرب. المجموعة الاستخبارات الأمريكية تتحدث في تقرير عن أن عامل الزمن ليس بصالح إسرائيل، وقد يكون تحقيق أهدافها غير واقعي. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لا ننسى يعني أنا دائما ضد أن نقلل من قوة العدو، أن نضع قوة العدو في حجمها الطبيعي حتى نتعامل معها بصورة صحيحة. لإسرائيل حلفاء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، منظمات، تنظيمات، بالكونغرس، بالشركات، بالمصارف، بحركة الأموال، حركة الإعلام. يعني إسرائيل تشكل قوة مهمة في التوازنات السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما في بريطانيا، كما في فرنسا، كما في الدول الأوروبية. يعني لهذا السبب نعم علينا أن نضغط.